السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة القلم أو سورة نون أو سورة النون والقلم، هذه تسميات ثلاث، وسماها الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، والقرطبي وكذا البخاري في تفسيره سماها سورة نون والقلم، وهي موجودة كذلك في يعني غير في بعض كتب التفاسير. وهذه تسمية سورة نون والقلم على حكاية اللفظ الوارد في أوائل السورة، هو في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، فسميت سورة نون والقلم. والبعض يجتزئ من ذلك ويختصر ويسميها سورة نون كما سماها الترمذي في جامعه، وسماها كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وسماها كذلك الحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى، فقال تفسير سورة نون. تفسير سورة نون على حكاية على لأنها مبتدأة بهذا الحرف كما سميت بعض السور بالحرف التي ابتدأت به، سورة صاد وسورة قاف. والبعض يسميها بسورة القلم، ومن هؤلاء ابن عطية رحمه الله تعالى في كتاب المحرر الوجيز. على كل حال، فهذه تسمية هذه السورة، وهي مكية، ونقل ابن عطية رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل، والبعض ينقل خلافا بين أهل التأويل في كون أوائلها في كون أوائلها مدنية مكية وأواخرها ثم بعد ذلك آيات مدنية كما في سورة أصحاب الجنة. ولو تأملنا سياق السورة نجد أن قضية السورة من أولها إلى آخرها هي قضية القرآن المكي، فهي مكية يعني ضالعة في مكيتها، لأن القرآن المكي بيعالج قضية التوحيد ويعالج قضية المطاعن على النبي صلى الله عليه وسلم التي كان المشركون يصفون النبي صلوات الله وسلامه عليه بها، فالسورة من أولها إلى منتهاها في هذه القصة. فادعاء البعض وهو يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة بأن يعني بأن أوائلها مدني، بأن أوائلها مكي، ثم بعد ذلك في قصة أصحاب الجنة هي مدنية، هذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الماوردي حكى ذلك عن ابن عباس، لكن هذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى يعني هما، إذا لا دليل على أن الصورة منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، والصواب أنها يعني كلها مكية. وأما وقت نزول هذه السورة فكثير من ففي بعض كتب التفسير يرى بأنها يعني من السورة يرى بأنها السورة الثانية التي نزلت بعد سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا القول يعني فيه نظر من ناحية الدليل ومن ناحية النظر أيضا، يعني كون هذه السورة ثانية سورة قرآني نزولا، فهذا فيه نظر من ناحية الدليل، لأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو ثابت في روايات في الصحيح بأن السورة التي نزلت بأن ثاني سورة القرآن نزولا هي سورة المدثر، لما يفطر الوحي بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، نعم نزل بعد ذلك فطر الوحي مدة ثم نزل بعد ذلك سورة المدثر، نزلت أوائل سورة المدثر. فهذا من ناحية الدليل بأن هذه السورة ليست
يعني ليست السورة الثانية في نزول القرآن. ومن ناحية النظر فالذي يظهر من قراءة هذه السورة يدل على أنها نزلت بعد مرحلة من الدعوة وبعد نزول شيء من وبعد نزول يعني شيء من القصص في القرآن. نعم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. مسألة أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، هم كانوا يسمون قصص القرآن بذلك. إذن دل هذا على أنهم سمعوا يعني شيئا من القرآن الذي يحكي القصص. فلذلك قال الله جل وعلا وإذا تتلى عليه آية إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذا يدل على أن هذه السورة نزلت بعد نزول بعض آيات القرآن وسور القرآن التي تتحدث عن القصص. فلذلك يعني التعداد البعض لها بأنها السورة الثانية في نزول القرآن فيه نظر، بل الصواب بأنها نزلت بعد مرحلة من الدعوة العامة. والمعلوم أن النبي صلى الله وسلامه عليه أصر الدعوة 3 سنوات، ثم بعد ذلك أمر بالصدع بالدعوة. والصورة هنا كذلك تدل على أن أنها نزلت بعد الصدع بالدعوة وليست قبل ذلك، لأنه إذا تتلى عليه آياتنا فلم يكن هذا في المرحلة في مرحلة الإصرار هي بالدعوة. فالصواب أن يعني كذلك أن هذه الصورة يعني نزلت بعد مرحلة الإصرار بالدعوة، وهذه المرحلة أخذت 3 سنوات. إذن هذه يعني نخلص من ذلك بأن السورة مكية، نعم، وأنها ليست السورة الثانية في نزول القرآن، وإنما نزلت تقريبا بعد مرحلة يعني جهر النبي صلى الله وسلامه عليه بالدعوة، واستغرق هذا 3 سنوات. والسورة في موضوعها من أولها إلى منتهاها فيها الرد مطاعن المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وشهادة يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أنه بريء من هذه الصفات التي كان المشركون يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بها. ومن عجائب القوم أنهم كانوا يلقبون النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة بالصادق الأمين. فإذا جاء النبي فإذا رأوا النبي صلوات الله وسلامه عليه فيقولون جاء الصادق الأمين، إذا تحدثوا عنه يقولون قال الصادق الأمين. وكانوا يرجعون إليه في المهمات وفي الملمات، بدليل أنهم لما اختلفوا في من يحمل الحجر الأسود ويضعه في الكعبة، اختلفوا بينهم اختلافا شديدا، وكل قبيلة تريد أن تحوز هذا الشرف، فتحكموا للنبي صلى الله وسلم عليه فحكم بينهم في ذلك، والقصة هي مشهورة. ثم بعد ذلك يسمون النبي صلى الله وسلم عليه لما أوحي إليه بالجنون، فهذا لعمري في القياس شنيع. كيف ذلك؟ وهم كانوا يعني يرجعون إليه في المهمات وفي الملمات صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه السورة لرد هذه المطاعن عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويشهد الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم بالكمال في خلقه وخلقه صلى الله وسلامه عليه، ويذم الله عز وجل المشركين ذما شديدا الذين يتعرضون له بذلك، ويكسر القرآن غلواء القوم ببيان حقارتهم وذلتهم، إذ كانوا يفتخرون يعني على الناس ويتكبرون عليهم، نعم، فيكسر القرآن غلواءهم ببيان حقارتهم وذلتهم،
ثم يكسوهم مرة ثانية ببيان بأن الله جل وعلا يعني سيبتليهم مع ما يتوعدهم به من عذاب الآخرة، سيبتليهم ببلايا في الدنيا من الخوف والجوع والقحط. ولذلك ضربت لهم مثل أصحاب الجنة حين يعني فعلوا ما فعلوا، نعم، فأباد الله جل وعلا يعني جنتهم، نعم، وجعلها كالصريم، نعم، كالليل إذا انصرم من النهار أو كالنهار إذا انصرم من الليل، للدلالة على أن الله جل وعلا لم يبق فيها باقية، فهذا تحطيم لهم كذلك. ثم كذلك في آخر في أواخر هذا السورة، ثم يتوعد الله جل وعلا المشركين يعني بأنهم لن ينالوا حظهم إذا لم ينالوا في الدنيا حظهم من عبادة الله ومن السجود له، فإنهم لن ينالهم هذا الحظ في الآخرة وهذا الشرف في الآخرة، إذ لأنهم عاشوا في الدنيا على غير ذلك. هذا موضوع السورة. ثم تطمين للنبي صلوات الله وسلامه عليه وتسلية له بألا يجر منهم ضجرا، نعم، ويذكر له المثل بنبي الله يونس صلى الله عليه وسلم، نعم، وما جرى عليه والقصة التي جرت عليه لأنه خرج من لأنه ضجر من قومه وخرج من بين ظلم ولم يكن له ذلك فجرى عليه ما جرى. هذا فيه تحذير للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فيه أمر له بالصبر والاحتساب والتسلية، وكذلك تحذير له من أن يجر منهم ضجرا، نعم، فيعني فحذره الله جل وعلا مما جرى ليونس لنبي الله يونس صلى الله عليه وسلم. هذه موضوع السورة. ثم يعني نسمع بعض الآيات ونبدأ التفسير التفصيلي بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون هذه الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض سور القرآن ولا يعلم في اللغة كما ذكرنا غير مرة لا يعلم في اللغة معاني مفصلة للحروف إذا جاءت مجردة والعلماء لا يتكلمون في معانيها وإنما يتكلمون في الحكمة التي أوردها الله جل وعلا من أجلها والظاهر أن هذا من إعجاز القرآن وأنه تكون من مثل هذه الحروف التي يتكلم بها العرب وغيرهم ومع ذلك فهو معجز لهم في نظمه وتحداهم الله عز وجل في هذا في أن يأتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين طبعا هذا كان في القرآن المدني في القرآن المدني يعني في سورة البقرة وتحدهم قبل ذلك في القرآن المكي نعم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إذن على مدار 23 عاما تحداهم الله جل وعلا في أقصر سورة من سور القرآن وأقصر سورة من سور القرآن هي سورة تتكون من 3 آيات تحداهم الله جل وعلا في ذلك وأعجزهم الله سبحانه وتعالى إذن هذه الحروف المقطعة وهذا هو الصحيح في ذلك بعض المفسرين هنا بيذكروا عن هذا الحرف بأن نون هذا يجعله هو حوت الذي الذي يحمل الأرض على يفسره بأنه الحوت أو يفسره بأنه دابة عظيمة تحمل الأرض ونحو ذلك كل هذه الأقوال لا دليل عليها نعم وتفسير نون هنا بالحوت على أن على أن يونس عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ذكر الله جل وعلا بأنه ذو النون نعم لا يظهر هذا في هذا وإنما هذه حروف من الحروف المقطعة في أوائل السور وما ذكروه ليس هناك دليل يعتمد عليه فيما ذكروه فتكون شأن هذه الحروف كما قال جل وعلا قاف والقرآن المجيد صاد وغير ذلك صاد والقرآن ذي الذكر فكل هذه من الحروف المقطعة ألف لام ميم حا ميم كل هذه من الحروف المقطعة في أوائل السور الدالة على إعجاز هذا القرآن في نظمه وفي بلاغته وفي معانيه نون والقلم وما يسطرون فأقسم الله جل وعلا بالقلم وللعلماء هنا الواو هنا الواو هنا لا يختلف العلماء بأن الواو هنا واو القسم لكن ما المراد بالقلم فأقوال المفسرين على وجهين الوجه الأول بأن المراد بالقلم جنس القلم فأقسم الله جل وعلا بالقلم وفي هذا تشريف للعلم والكتابة
ورفعة من شأن العلم والعلماء، لأن الله جل وعلا إذا أقسم بشيء لا يقسم إلا بشيء عظيم. فالقلم هنا الألف واللام للجنس، يبقى أقسم بجنس القلم تشريفا للعلم والكتابة وتنويها بشرف العلم والعلماء، ولبيان أن هذه الأمة يعني إيماء ويعني وفيه إيماء بأن هذه الأمة سوف تترك دثار الأمية، سوف تخلع دثار الأمية التي تدثرت به قرونا، ويكون يعني شيمتها بعد ذلك شيمة العلم والتعلم، لأنها من أسباب حفظ هذا الكتاب ومن أسباب حفظ القرآن. فالقلم هنا هو القلم، جنس القلم. والوجه الثاني في القلم أن القلم المذكور هنا هو القلم الذي خلقه الله عز وجل وكتب به مقادير كل شيء، كتب به مقادير يعني كل شيء، كما في حديث الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو كائن. فهذا الوجه الثاني، ولا تعارض بين الوجهين، لأن الوجه الأول يتضمن الوجه الثاني أيضا. فالقلم كذلك يشمل القلم الأول جنس الأقلام، يشمل كذلك القلم الذي جرى به القدر، إذن لا تعارض بين القولين. نون، والقلم وما يسطرون، يعني والقلم وما يسطرون، فأقسم الله جل وعلا بالقلم وبالكتابة تنويها، وما يسطرون وما يكتبون تنويها بشرف العلم والكتابة. طيب، إذا جمعت هذا مع أوائل سور القرآن نزولا، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذا الدين في من أول لحظة من نزول الوحي هو يعلي من شأن العلم والعلماء، نعم، وأدوات هذا العلم من القلم والكتابة والقراءة. فيتكرر الأمر في أول سورة نزلت اقرأ، ويتكرر الأمر بذلك، ويعني يمتدح الله عز وجل نفسه الذي علم بالقلم، علمهم العلم والكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتعلم أن هذا الدين من أول لحظة نزل الوحي هو يعلي من قيمة العلم ومن شأن العلم والعلماء وأدوات هذا العلم من القلم والكتابة ونحوه. فإذا علمت ذلك فاعجب لهؤلاء الأقزام وهؤلاء المجرمين الذين يدعون إلى الكفر بالله جل وعلا في صورة العلمانية، وأن هذا الدين لا يصلح لأن يحكم بين الناس في عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أحوالهم، وإنما الدين بين المرء وبين ربه، لا علاقة للدين بواقع الحياة، لأنهم يرون أن العلمانية تتعارض مع ذلك. سبحان الله. والدين وهذا الإسلام العظيم من أول لحظات نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهنا يقسم الله جنون، والقلم وما يسطرون، نعم. هؤلاء الجهلة هم دائما يأخذون قيمهم ليس من هذا الدين أبدا. يعني الكنيسة عندما اشتد يعني ظلمها وقهرها للعلم والعلماء، وكلما يعني نبغ عالم من العلماء وأبدى إسهامات له في العلم، نعم، فإن الكنيسة بسبب الجهل المطبق الذي كانوا فيه كانوا يحاربون هؤلاء، و
يعني يسمونه بأشد الأوصاف، فكانت هناك العلمانية في الخروج على الكنيسة التي كانت تحارب العلم والعلماء. أين هذا من هذا الدين العظيم الذي يقسم الله جل وعلا في آيات نون والقلم وما يسطرون، والذي يقول الله جل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتعلم أن من وراء يعني هذه الفرية التي يفترونها نفوس آثمة ويعني يعني مكر الليل والنهار لصد الناس عن دين الله عز وجل. فأين هذا من عظمة الإسلام؟ الإسلام دين عظيم ختم الله عز وجل به الرسالات، رسالة النبي صلوات الله. الإسلام دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن ابتدأ الله عز وجل الرسالات من عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختم الله عز وجل تمم وكمل الرسالات ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأكملها ببعثة النبي يعني النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام من أوله إلى منتهى لا علاقة له بهذه الترهات التي ينشرها القوم. والله جل وعلا ما أنزل كتابه إلا ليحكم بين الناس، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فأنزل الله جل وعلا كتابه ليحكم بين الناس، أما حين يقول هؤلاء والله هذا الدين هذا علاقة بينك وبين الله ولا علاقة للدين بواقع الحياة، فتعلم أن هؤلاء المجرمين يريدون النيل من هذا الدين وصد الناس عن دين الله عز وجل. وهذه وسوف تسمع في هذه الصورة صفة كل مناوئ يناوي هذا الدين وصفة كل عدو يعادي هذا الدين. سوف تسمع في أوائل هذه الصورة كيف وسم الله جل وعلا بهؤلاء بالذل بأوصاف هي في غاية الذلة والحقارة، وهذا يليق ويشجر بكل من عاد دين الله عز وجل. نون والقلم وما يسطرون، تنويه بشرف العلم والعلماء وقسم من الله جل وعلا بأدواته. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فيقسم الله جل وعلا على ماذا؟ وهذا جواب القسم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعم، ما أنت بنعمة ربك، والنعمة هنا هي نعمة الرسالة والنبوة، وهي أجل نعم الله عز وجل على 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 رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أبدا مجنون. والكفار كانوا يسمون النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. سبحان الله، قد علمتم أنهم كانوا يرجعون إليه في المهمات وفي الملمات، والرسول عليه الصلاة والسلام في ذروة الكمال من الخلق والخلق. فلذلك يقسم الله جل وعلا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وأين هذا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الجنون هو فقدان العقل، كيف يسمون النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك؟ نعم، وهو صلى الله عليه وسلم وفديناه بآبائنا وأمهاتنا في الذروة العليا من العقل ومن الرجاحة ومن الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقسم الله جل وعلا على إبطال فرية هؤلاء، ما أنت بنعمة ربك من الرسالة والنبوة. وذكر الرب هنا ليدل على أن الله جل وعلا حباه بنعم عظيمة، وفي هذا رفعة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما أنت بنعمة ربك، تشريف للنبي صلوات الله وسلامه عليه بمجنون، أبدا لا يتلبس به أي شيء من الجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، وهذه تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا تبتئس بهذه الفرة
التي يفترونها عليك، لكن فإن الله جل وعلا سيكتب لك أجرا عظيما، أجورا غير لا تنقطع، وإن لك لأجرا غير ممنون، تنكير الأجر هنا للدليل على تفقيمه وتعظيمه، غير ممنون يعني غير مقطوع. في 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 قول جمهور المفسرين ولم يزل ولم تزل أجور النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى ما شاء الله. كل مسلم من عهد الرسالة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فأعمال هؤلاء في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أول داع دعا إلى الله. شرف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أذان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نعم، كل يوم من 5 مرات يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. إذا قال جل وعلا: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. ومن ثم فللنبي فأعظم مكانة في الجنة، أعظم مقام في الجنة، هو أقرب الجنة لرب العالمين، هذه منزلة وهي الوسيلة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عبد واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم يشهد الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، تأكيد من الله سبحانه وتعالى، وإن استعمل حرف التوكيد إن، وإنك لعلى، واللام وعلى التي هي حرف استعلاء، حرف الاستعلاء يعني حرف للعلو، وهي وهذا الحرف دايما يدل على التمكن. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني شهد الله جل وعلا النبي صلوات الله وسلامه عليه بحسن خلقه، وسم خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إيماءات. أولا، فيه إيماء لمكانة الأخلاق في هذا الدين، فالأخلاق في هذا الدين منزلتها عظيمة، فالدين لا ينفصل عن الأخلاق أبدا، والأخلاق لا تنفصل عن الدين أبدا. ولذلك لما وسم الله جل وعلا وصف عباد الرحمن وصفهم بأخلاق عظيمة ومحاسن كريمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى غير ذلك من أوصافهم وأخلاقهم العطرة. فالخلق لا ينفصل عن الدين أبدا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحتى تعلم عظمة الخلق في هذا الدين، وأن الخلق ميزان الأخلاق وميزان حسن الخلق ميزان عظيم، ففي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال له: ألا أدلك على خصلتين ما عمل الخلائق بمثلهما؟ الصمت وحسن الخلق. إذن الأخلاق لها مكانة عظيمة في هذا الدين، لذلك اجتمعت محاسن الأخلاق في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول داع إلى هذا الدين. وحينئذ هذا هو الميزان الصحيح الذي يوزن به الرجال، فينظر أن يكون رجل على تقوى وإيمان من الله جل وعلا، ثم إذا بحثت في أخلاقه
وجدته سيء الخلق، فلتعلم أن هذا الرجل دعي ولم يتمكن الدين من قلبي أبدا، لأن الدين أن الأخلاق والدين لا ينفصلان أبدا. ولذلك لما ذكر للنبي صلوات الله وسلامه عليه امرأة تقوم الليل وتصوم النهار قال لا خير فيها، هي من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها بلسانها. والانفكاك الذي يحدث عند البعض حين يتدين ببعض مظاهر الدين الظاهرة من اللحية ومن السمت الظاهر، ثم إذا فحصت أخلاقه ومعاملاته وجدت بونا شاسعا بين هذا المظهر الذي يتدثر به وبين الحقيقة التي هو عليها، أخلاق تكشف عن معدنه، فالأخلاق تكشف عن معادن الناس. فمن الناس من معدنه ذهب فتكون أخلاقه عطرة، ومن الناس من هو بهرج قشرة خارجية قشرة، سواء لو خدشت هذه القشرة وجدت سبابا وغضبا وفجورا في الخصومة وغضب لغير الله جل وعلا، ولا يغضب إلا لنفسه. من الناس ما هكذا واحد يعامل الناس بمثقيل الذر لما يكون الأمر يتعلق بنفسه، وحين يعامل هو الناس يرتكب الحماقات، لا يبالي بالأذى الذي يؤذي به غيره، مع أنه يعامل الناس بمثقيل الذر إذا كان الأمر يتعلق بنفسه. هذا خلل كبير أبدا. ومن الخلل أيضا أن يرى المرء القزة في عين أخيه ولا يرى الجزعة في نفسه. واحد دايما ينشغل بالناس، نقادة ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، وإذا حدث من أحدهم هفوة سرعان ما وهو عنده طواهم، هذه كلها مظاهر تدين خادعة، ليس تدينا صحيحا. الدين الصحيح هو الخلق العظيم المستقيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وفي دينه وخلقه فزوجوه. أخلاق عظيمة، منزلة الأخلاق عظيمة في هذا الدين والله. فلذلك كل واحد منا يراجع أخلاقه ومعاملاته ويزنها بميزان الشرع. وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، فتقول رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن أي أنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم أو يعامل الناس أو يأمر الناس أو ينهى الناس كأنك تقرأ سورة من سور القرآن. فكان يمتثل أوامر الله جل وعلا جميعها وينتهي عن نواهيه. كان خلقه القرآن أمر جلل. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، والسين حرف استقبال، السين وسوف، لكن السين المستقبل فيه أقرب من سوف، وزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فستبصر ويبصرون لا محالة بأيكم المفتون. ستبصر وستعلم، ضمن الله جل وعلا هنا فستبصر معنى العلم، وستخبر بذلك وستعلم بذلك. بأيكم المفتون، بأيكم المفتون، من منكم المفتون؟ والمفتون المنحرف الضال الذي فتن عن الصراط المستقيم، لأن المشركين كانوا يسمون النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك. ألم يذهبوا إلى أبي طالب
ويشكون النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقولوا له إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسف أحلامنا وكفر أجدادنا. إذا يقول الله جل وعلا فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من منكم المفتون؟ وهم المفتونون لا محالة. يعني الله جل وعلا يشهد للنبي صلوات الله وسلامه عليه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل الله جل وعلا مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه من أعمال عبادي شيء. لذلك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله من الكفار والمكذبين والمعاندين وهو أعلم بالمهتدين الذي أنت إمامهم وسيدهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنوات. فعجب بهذا والله، إن تعجب فعجب بهذا. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هلا فعلته. 10 سنوات. وعائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادما ولا شيء إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا انتقم لنفسه بشيء قط إلا أن تنتهك محارم الله فيقوم حتى يرد لله جل وعلا محارمه. مسألة الغضب للنفس دي مسألة خطيرة جدا. بعض الناس وبعض الكثير من الملتزمين غضوب لكنه لا يغضب لله، والله العظيم يغضب لنفسه أشد الغضب ما لا يغضب بمعشار هذا الغضب لله سبحانه وتعالى، فتجده غضوبا إذا فقط بس إذا يعني خدشت أي شيء أشد الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على هذا أبدا، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إنما كان ينتقم لله سبحانه وتعالى أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فلا تطع المكذبين، وهذه صفة كل كافر وسمهم الله جل وعلا بالصفة التي تليق بهم. فلا تطع المكذبين يعني دعك منهم ولا تهتم بشأن هؤلاء. نعم، لأن كل صفة كل كافر بأنه مكذب بهذا الدين، لذلك وسمهم الله جل وعلا بصفاتهم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا يعني أحبوا لو تدهنوا فيدهنون. تدهن مأخوذ من إيه؟ من الدهان، والدهان فيه إيه؟ ملاينة ومصانعة. فقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني ودوا لو لنت لهم في بعض ما يقولون في بعض ما هم عليه من الكفر فيلينون لك ولا يتعرضون لك بأذى ولا بعنة ولا شيء. ومن إذن ودوا لو تدهنوا فيدهنون مسألة بسيطة. إذا كنت الآن تبتئس بالابتلاءات التي تصيبك في الله سبحانه وتعالى، المسألة يسيرة جدا. هؤلاء لن يتعرضوا لك بالابتلاء ولا الأذى لو وافقتهم في بعض ما هم عليه. فلما ومن مداهنة القوم للنبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم دعوه إلى أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون رب العالمين عاما هم آخرون، فنزل قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ومن ومما أرادوه من ومن مداهنتهم أيضا التي أرادوا أن ينيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيها ما ذكره الله جل وعلا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. خليكم يا سيدي زينا، خليكم مثلنا وخطاياكم علينا احنا، لا تبتئس. الناس دي تعرف رب العالمين، يعرفون جلاله ولا ولا ولا, ولا عظمته، وهكذا شأن الكفرة والمكذبين. إذن ودوا لو تدهنوا فيدهنون، الملاينة والمصانعة، ويجب أن تفرق بين المضارة وبين المداهنة. المداهنة التنازل عن هذا الدين وعن ثوابته موافقة لهؤلاء حتى لا يصيب المرء أذى من هؤلاء فيتنازل عن الدين، هذا حال كثير من الناس. أما المضارة، المضارة المدهنة مذمومة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما المضارة فهي ليس فيها التنازل عن شيء من الدين، وإنما دفع القوم بالتي هي أحسن، يداهيهم في القول فقط. وفرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. لما جاء رجل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة، فلما جاء ألان له الكلام، هذه مضارة. دفع النبي صلى الله عليه وسلم فحش الرجل عنه بأن كلمه بكلام هادئ، هذه مضارة ليس فيها تنازل عن ثواب الدين، وليس فيها طاعة للمشركين. وأما المداهنة لا، يتنازل عن الدين حتى يصير في مأمن من هؤلاء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.